الله الرحمن الرحيم. سلامكم الاخوه، كي دايرين بخير؟ انا اليوم جاي ندوي سلامكم الاخوه، انا جاي ندوي على واحد الموضوع اللي كنتو قلتوا لي. سولني واحد السيد، قال لي عافاك مولينا، وشنو هما النصائح اللي تقدر تعطي لشي واحد مبتدئ في الموتور، زعما غادي يشري سكوتر، كيفاش خصو يدير؟ انا بلا ما غاديش ندوي على الموتور اي سكوتر، غادي ندوي عامة على الموتور والطريق. يعني اشنو اللي خصك ترد البال معاه في الطريق؟ مثلا مني كتكون غادي في زنقة ضيقة، ترد البال مع الطوموبيلات اللي مستاسيونين. الطوموبيلات اللي مستاسيونين يعني يقدر اي واحد مستاسيوني في الطوموبيل هذه يقدر يكون راكب فيها ويحل الباب بلا ما يشوف في المرايا وتصدق انت داخل فيه، ياك سيدي. كاين حاجه اخرى، وهي بالنسبة للطوموبيل، عمرك ما تمشي وراها بحال هكا، يعني تجي ورا الطوموبيل تلصق فيها وتبقى غادي الوسط ديالها. علاش؟ تقدر تكون شي حجرة الوسط، تقدر تكون شي حفرة، يقدر يكون شي حاجة كتزلق. ديما طوموبيل عالية ولا طوموبيل بصفة عامة خاصك تجي بحالك باش تكون عندك رؤية. انا دابا حاليا كنشوف ثالث ورابع طوموبيلات الطريق كي دايره، يعني ما مدرقاني حتى شي حاجه، ديما في الجنب. واخا ثالث حاجه، طرد البال مع الطاكسيات البيضين والحمرين. طاكسي ديما لك تيشاد اليمن، مثلا كنتي في هاد الخط هذا بحال هكا وكان قدامك طاكسي، ديما شوف واش كاين شي كليان غادي يشير على الطاكسي، ولا رد البال مع الطاكسي حيت يقدر يكون معاه شي كليان وقال ليه كان طاكسي شاد بحال هذاك الطاكسي شاد ليسر وبغى يجي يشد اليمن على غفله بلا ما يدير لا سينيال لا والو. بحال هكا كيطراو الكسيد بزاف، حيت دزت من باراج و قولي شويه حساسين ما كيبغيوش لي يصورهم. المهم بالنسبه لك كمطار جديد، كما قلت لك النصيحه الثالثه هي الطاكسي، طرد معاه البال. بالنسبه الله يهدي ما خلق، اي جوميا حارق في روج غادي بستين. ما علينا. بالنسبه دابا وقفت انا في فيروج، تفكرت واحد النقطه زوينه ديال الفيروج، الا كنتي خارج بالليل في الويكاند يعني الجمعه ولا السبت ورا 11 الليل 12 الليل، ديما رد البال مع السكيريه. يعني واخا يكون عندك الضو خضر، شوف على اليمين ديالك وعلى اليسار ديالك وتنتبه، انتبه ليكون شي واحد سكران و يقدر ما يوقفش في الضوء الاحمر ويدخل فيك ويهرب. فلهذا في صدد هذه النقطة انا كنصح الاخوة اللي في المستطاع انه يشري كاميرا جو برو ويخدم بها اذا كان غادي يخرج بالليل، يلصقها في الكاسك ولا في الموتور باش حتى الا ضربوا شي واحد وهرب يلقى عنده الحجه والدليل ديال البلاكه ديالو. وكاينه حاجه اخرى بالنسبه للفيروجات بالليل في الويكاند، من الاحسن الا وصلتي للفيروج ولقيتي القضيه خاويه، ما جايين لا طوموبيلات لا علي من على اليسار، من الاحسن انك ما تبقاش واقف في هذاك الفيروج. علاش؟ اول حاجه كتحيد الخطر انه يوقفوا عليك الشفاره،
سيرتو الا كان عندك شي موتور مطلوب عند الشفاره بحال مثلا اس اش ولا تي ماكس ولا سوينغ ولا هذا الماطر عزيز على الشفاره وكيشفرهم بزاف. يعني الا وقفتي في كنتي بالليل في الفيروج حاول وكان طريق خاويه ما توقفش فيه. وعاوتاني على ثاني حاجه يعني انت تقدر تكون معليك ما بيك واقف في الفيروج ويقدر يجي شي سكيري سكران ما عقلش على راسو ايوا ويدخل فيك ايوا وتصدق في مشكل كبير. وما بين النصائح اللي كان هذا هو تلبس الخودة كاسك يكون أومولوغي. خلينا من الكاسك ديال 50 درهم ديال باش ما يشدوكش البوليس وداكشي. كاسك انا معي عندي معاه تجربة كبيرة ديال بصح الكاسك يا اخي. اما احسن تشري كاسك بواحد 200 درهم ولا 300 درهم ويحمي لك راسك كامل ودنيك والعنق ديالك وداكشي ولا تشري كاسك ديال 50 درهم اللي تقدر تطيح وهو يطيح قبل منك وبحال ما لابس لا كاسك لا والو ويضرب راسك في الارض وتولي الله يستر مشلول ولا شي حاجه حياتك كامله اللي حاجه اللي تقدر تندم عليها حياتك كامله. وبالنسبه للكاسك الا شريتي الكاسك ولبستيه ديما خاص السداده ديالو تسد هذيك السداده اللي كتكون على العنق هذيك ديما تسدها ما تخليهاش محلوله. انا نعطيكم مثال ها هي السداده هذه اللي في العنق ديالي ها هي ديما مسدوده باش الا طحت ما كيطيرش الكاسك ولا يمشي لشي بلاصه. دابا غادي ندويو على حاله الطريق. بالنسبه للطريق الى شتيها بحال هكا الزفت حرش وجديد راه ما عندك مناش تخاف. خصك ترد من البال تخاف منها الصباغه اللي كاينه في الارض هادي يا استاذ كتزلق ايما ايام الشتاء ولا بلاش تعرض مع البال راه حيت الموتور كيزلق واحد شويه هاد الباساج بيتون وهاد الصباغه البيضاء راه كتزلق. حاول مني تكون داير في شي دوره ما تدورش مايل وتحط رجليك بجوج وانت داير وبشويه باش ما تزلقش. غادي ندوي على السوائل اللي كيكونوا في الارض. مثلا انت خذها بصفه عامه شي على بالك شانطي كيبري بلا ما يكون فازك. الا بالك شويه الشانطي كيبري حيت بعض الشانطيات تيكونوا قدام ما تزفتوش بقوه البنوات وداكشي كيولي كيلمع كيولي هو ناشف. بالنسبه للموتور الا كان الشانطي كيبري رد معاه البال ما تميلش بالموتور وديما دير رجليك في الدورات ايوا وما تشدش الفران قدامي بالجهد والفران الوراني حتى هو شدوها بشويه باش ما تصلكش. وبالنسبه لكاين حاجه اخرى اللي هو كاين الكاياس. الى بالك الحجر ولا الكاياس في الارض حاول بغيتي تفراني كنتي جاي بالجهد وبغيتي تفراني راه كتفرانيها بشويه بالفران الوراني باش ما تصلكش. وما حتى هو ما تميلش فيه وما تكسيريش فيه رد البال معاه. كاين سيدي عاوتاني لك تتابع طوبيس ولا كار ولا مهم فيكول كبير مازوط بعض المرات كيكون داير البلان مني كيجي يضرب الدوره يدير شي فيراج ولا يضرب الدوره ولا يطلع فوق الدودان شنو كيطرى كيتخوالي شويه المازوط على غفله. وانا هادي طرات ليا ديال بصح فواحد النهار في الطريق ولاد زيان حدا محطه ولاد زيان كنت غادي ورا واحد الكار ايوا سيدي ومني جا الدودان طلع فوق الدودان وتخوى شويه المازوط. انا كنت وراه
عندي ديك الساعه سوزوكي بركمان 650، فيه لا بي اس، فيه كل شيء اكزيكوتيف، فيه كاع وسائل السلامه، ومع ذلك زلقوا الروايد بجوج. والحمد لله كنت داير واحد الكاسك الروف داير 3000 درهم، راه طحت وبقيت زالق تضرب راسي مع التروطوار، ومني فقت من الغيبوبه قالوا لي الناس حفظك الله، مني شفت الكاسك تصدمت، الكاسك مقسوم على جوج، تخيل معايا كون ما كنتش لابس الكاسك. ايوا اللهم لك الحمد. كاينه واحد النقطه اخرى دابا، حيت حنا في قربنا نساليو فصل الصيف وداخلين على فصل الشتاء، كاينه سيدي الشتاء فاش تتكون يلاه باديه، الشتاء جديده يلاه باديه، هذيك الشتاء الاولى هذيك اخطر حاجه اكثر من المازوت، خطيره جدا هذيك، يستحسن انك ما تسوقش الموتور كاع في الشتاء الاولى، حيت غادي تلقى المشاكل، الا ما كنتيش حريفي غادي تلقى المشاكل في الطريق كامله. ديما الشتاء الاولى خليتها تنقي الارض وتغسلها مزيان وتنشف، عاد ديك الساعه تقدر تسوق الموتور ديالك. مني تكون الشتاء الثانيه ولا الثالثه ماشي مشكل، ديك الساعه راه الزيوت اللي كانوا في الارض ودوك الاوساخ راه صافي تغسلوا. كاينه واحد النقطه اخرى باغي ندوي عليها، هو العصير ديال الزبل، العصير ديال كاميو الزبل، عصير ديال كاميو الزبل ردوا معاه البال ديال بصح، لا تكونوا دايزين من حدا طارو الزبال وغادين ورا كاميو الزبال، ردوا معاه البال، حيت الله يحفظ راه حتى هو بحالو بحال المازوت كيزلق، تعيا ما تفراني تعيا، هذا غادي تزلق غادي تزلق. كاين واحد الحاجه اخرى اللي باغي ننبه ليها، هو بالنسبه للبلاصه اللي فيها الرمله، شي بلاصه فيها الرمله ما تديرش فيها راك فاهم وتحط رجليك وتقول الموتور راه غادي يدوز، وداكشي راه غادا تبلوكا لك الرويده القداميه وغادي تجيب الربحه. ايوا سيدي الا كنتي مبتدئ راه الفران اللوراني هو هذا اللي كيكون على اليسر، حاول انه جربه ما يكونش سيك، يكون كيفراني مي الرويده ما كتبلوكاش باش عمرك ما تطلق. ايوا الفران القدامي هو هذا، كمبتدئ ديما فراني بالفران اللوراني، تتولف على الموتور وبدا تفراني بهم بجوج، هو الصراحه الفران القدامي هو اللي كيوقف الموتور، ولكن مع الخلعه الا تخلعتي وفرانيتي بالقدامي راه كتجيب الربحه. الخيطه الا عندك في الموتور ABS، سيستم ABS مانع الانزلاق ولا مانع الانزلاق بجوج صافي، وديما دير البلان ديالك من الاحسن باش تحافظ على الموتور ديالك وما تبقاش اون بان فشي بلاصه، ودير الفيدونج في الوقت ونفخ الرويد ديما، عبر الرويد على الاقل مره في الشهر، حيت الرويده الا كانت مفشوشه ولا منفوخه اكثر من القياس حتى هي تقدر تزلق، حتى هي تقدر تخلي الواحد يطيح. ايوا سيادنا، هذا كان الموضوع ديال لي ديبيتون اللي يلاه خداو الموتور. وكاينه نقطه اخرى نسيتها، هو انه ديما حاول تخلي الضوء مشعول سواء بالليل ولا بالنهار بحال المطر كبار، باش الطوموبيلات يشوفوك، وفي هذيك النقطه اللي كنت كندوي على الطوموبيلات مستاسيونين في زنقه صغيره، كنت دايز رد البال اللي يكون قاطع شي دري صغير، شي دري صغير كي يقدر ما يبانش لك بين الطوموبيلات ويقطع كيجري، ديما زنقه صغيره مضيقه اللي فيها الطوموبيلات على اليمين وعلى اليسار، ديما رد البال لا تصدق داخل في شي دري صغير وتولي نادم على حياتك كامله.
والنصيحه الاخرى اللي بغيت نقول لكم هي انه الا خديتي موتور لا ما تبقى تبريباري فيه وتبدل ليه الماكينه وداك الشيء, حيت داك الشيء غادي يجبد عليك المشاكل مع الخبير ومع لاسيرونس. ومع خديتي موتور كبير بيرمي ديك الساعه جات معاك, موتور صغير خليه صغير باش غادي تكبروا بسعد ليسانس وبسعد كونسوماسيون بالنسبة للناس اللي كيديروا شاقمة كدير صداع. وهذا أنا كنقول لهم من هذا المنبر الله يهديكم, راه كديو غير الدعاوي, كديو غير الدعاوي ليل ونهار. إيوا الله يهدي مخلق. أنا بالنسبة لهذا الموتور هذا راه هذه شاقمة ديالو دوريجين جاية معاه, ما موضي فيه حتى شي حاجة. كون بغيت شي حاجة سبور راه نشريها دوريجين من بلاصتها. ايوا الى عجباتكم هاد الحلقه الاخوه ديروا البارطاج وديروا جيم وتابوناو وبارطاجوا مع صحابكم اللي تاعهم الفائده, ونتمنى نلقاكم عما قرب في موضوع جديد ان شاء الله. وشكرا اخوه, ما سخيتش بكم وما نكذبش عليكم, بغيت ندير لكم بونوس ديال الحلقه. هو محدي خارج بد الموتور كبير, قولوا لي الا بغيتو ندير عليه شي فلوق حتى هو, كتبوا لي في لي كومونتير وقول لي الا بغيتو تعرفوا المزايا ديالو وداكشي اللي قادر عليه. المهم هذا بونوس من عندي. وحنا كاين الصراحه لي موطار كاين شويه التهور, ولكن احسن حاجه هي انك تحترم قانون السير. مثلا ما تدخلش انتيردي, دير الكاسك, توقف في الفيروج شويه السرعه. اذا كان عندك موطور كبير ديال السرعه راك تسيري على السرعه باش توصل دغيا. دابا انا كنكسيري حيت جاني واحد اتصال وخصني نمشي في الوقت. البونيس نخليكم مع البونيس. خرجوا على هاد الطريق هادي مني ولات كلها فيروجات, خصك تمشي 100 متر وتوقف